أهلا بكم. جاءت مجزرتا الناصرية والنجف التي قتل فيها أكثر من 70 شهيدا وآلاف الجرحى برصاص القوات الحكومية والميليشيات الطائفية، جاءت لتقدم برهانا آخر على أن السلطة ليس في وارد البحث عن سبل أخرى للتعاطي مع التظاهرات الشعبية المستمرة منذ نحو شهرين، وأن خيارها الوحيد هو الخيار الأمني الدموي الذي أنتج حتى الآن أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 15,000 جريح وربما أكثر. وبرغم إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى البرلمان، إلا أن هذه الاستقالة لن تكون كافية وكفيلة بإنهاء هذه الثورة الشعبية التي تصر على رحيل جميع قوى العملية السياسية وميليشياتها، والتي تسببت بكل هذا الخراب الذي يشهده العراق. خيار قوى السلطة الدموي مع ثورة تشرين والمشهد في العراق بعد استقالة عادل عبد المهدي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي ستغيره استقالة عبد المهدي وحكومته في المشهد في العراق وفي مسار ثورة تشرين المصرة على رحيل كل قوى العملية السياسية؟ ولماذا تصر قوى السلطة وميليشياتها على خيار المجازر الدموية مع التظاهرات السلمية برغم فشل هذا الخيار في إنهاء هذه الانتفاضة؟ ولماذا تجهد قوى السلطة وميليشياتها على تصوير هذه المواجهة بين الشعب العراقي وقوى السلطة الفاسدة على أنها بوادر حرب أهلية؟ وهل ستترك الحشود الجماهيرية الساحات والميادين العامة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي باعتبار أن مهمة الثوار قد أنجزت؟ ولماذا اعتبرت استقالة عبد المهدي مناورة سياسية مكشوفة لالتقاط الأنفاس من قبل الميليشيات وقوى السلطة وليس استجابة حقيقية لمطالب الثورة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، الشيخ عدي الشرشاب، والدكتور علي الجابري. دلت المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات في مدينة الناصرية يوم الخميس الماضي، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً ومئات الجرحى، دلت على أن السلطة قواها أعلنت الحرب رسمياً على التظاهرات المستمرة منذ الأول من تشرين أول الماضي ضد أحزاب العملية السياسية الفاسدة. ما جرى في الناصرية في جنوبي العراق تكرر في محافظة النجف في اليوم نفسه، فقد سقط 16 شهيداً و900 جريح برصاص القوات الحكومية والميليشيات عقب إحراق القنصلية الإيرانية التي يتهمها المتظاهرون بإدارة غرفة عمليات القمع والبطش ضدهم. هذه التطورات جاءت بالتزامن مع قرار الحكومة تشكيل خلايا أزمة أمنية في المحافظات المنتفضة وتسمية قيادات عسكرية على رأسها، وهو ما اعتبر سبباً رئيسياً وراء تصعيد القمع ضد المتظاهرين، مع دفع حكومة عبد المهدي بالمزيد من القوات العسكرية والشرطة الاتحادية إلى مدن الجنوب الثائرة، فضلاً عن تحشيد الميليشيات خاصة في النجف بذريعة تأمين المدينة القديمة التي تضم المراقد الدينية ومنازل ومكاتب المراجع الدينية. دموية السلطة مع المتظاهرين دفعت بالعشائر في الجنوب للدخول على خط التظاهرات بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء، حيث أكد عدد من شيوخ هذه العشائر أنهم لن يصمتوا بعد اليوم على هذه المذابح التي ترتكب ضد أبنائهم المتظاهرين. رئيس الحكومة وبعد خراب البصرة اضطر إلى إعلان استقالته استجابة لما قال إنها نصائح المرجعية وليس لمطالب المتظاهرين التي أريقت دماؤهم في الشهرين الماضيين من عمر انتفاضة تشرين. وفي ردود الفعل الدولية على هذا التصعيد ضد التظاهرات، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من هذا التصعيد والعنف الحكومي ضد التظاهرات، كما دانت الحكومة الكندية هذه المجازر التي تقوم بها الحكومة في العراق. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في
الخيار الأمني الدموي للسلطة مع التظاهرات، وطبعا المشهد أيضا بعد استقالة المشهد في العراق بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا أيضا من الناصرية عبر الهاتف الشيخ عدي الشرشاب شيخ قبيلة البدور في محافظة ذي قار، ومعنا أيضا الدكتور علي الجابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز عبر الهاتف من العاصمة السويدية ستوكهولم. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع الشيخ عدي الشرشاب شيخ قبيلة البدور في الناصرية، أولا مرحبا بك معنا شيخ. يا مرحبا، حياك الله أخوي، السلام عليكم جميعا. أهلا وسهلا، ولو الصوت أيضا يعني يبدو من البداية دا يتقطع. عموم، ما الذي يجري الآن في الناصرية شيخ؟ هناك أيضا استهداف للمتظاهرين، هناك إطلاق نار، هناك إصابات، على الرغم أنه يفترض أن الأوضاع الآن أكثر هدوء بعد استقالة عادل عبد المهدي، لكن الآن الناصرية أيضا الوضع ساخن في الناصرية، ما الذي يجري؟ أول شيء إطلاق نار كثير، عندنا مشكلة قاعد يدور على الأحزاب والميليشيات، الميليشيات الآن حاكمة وقاعد تستهدف متظاهر. حكومة عادل عبد المهدي مرحلة ما عادل عبد المهدي الشيخ عدي أعتذر منك، أكو مشكلة يبدو بالصوت، لو تغير مكانك عسى أن يصلنا الصوت بشكل واضح، لأن الحقيقة لم نفهم شيء. ممكن تغير صوتك أو العفو مكانك، أو يعني حتى تغير هذا المكان، ممكن أن نبدأ مع ضيف آخر إلى أن نضبط الصوت. ممكن حتى يعود ان الشيخ عدي الشرشاب بعد تضبيط الصوت، نبدا مع ضيفنا ايضا دكتور رافع الفلاحي. دكتور، الان عادل عبد المهدي اعلن استقالته، او انه قدم كتاب الى البرلمان للاستقاله، استقاله الحكومه بعد هذه المجازر التي ارتكبت لحد الان، الحديث عن 1000 شهيد، عن 16-17 ألف من الجرحى. هذه الاستقاله هل ستغير شيء في مشهد العراق، في واقع العراق، في مسار أيضا هذه الثورة المستمرة منذ شهرين والتي تطالب برحيل السلطة بقوى السلطة جميعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، لا يمكن اختصار كل هذا الفساد والدمار الذي حل بالعراق من عام 2003 لحد الآن بشخصية عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي جزء من هذا الخراب، جزء من هذا الفساد، جزء من هذا التدني، جزء من ضياع هوية العراق، ضياع حقوق أهله، ضياع أموالهم، ضياع فرصهم في الحياة، هو جزء من عدها. لكن هو لا يشكل كل الأجزاء، لا يمكن أن نختصره بشخصية عادل عبد المهدي والثوار الذين خرجوا من 21 أول لحد الآن يعرفون هذه الحقيقة. هم لم يخرجوا ضد عادل عبد المهدي كشخص، هم خرجوا عادل عبد المهدي مدعوم من عملية سياسية من إطار كامل، فيه أحزاب وفيه قوى وفيه ميليشيات وفيه قوى خارجية أيضا تدعمه، وهذا الـ هذا الـ هذا الإطار فيه مخرجات دمرت العراق ويعني دفعت بالعراق إلى الهاوية. فلذلك هم خرجوا ضد الإطار الجامع. عادل عبد المهدي لم يكن ليتحرك بهذا الشكل، ليقتل، ليسلب، ليكون العراق بهذا المشهد المأساوي لولا أن هناك إطارا يعني يدعمه، لكن إطار يتحرك فيه واحد من مطالب مناخه وكل بيئته مساعدة على هذا. واحد من المطالب الرئيسة كانت إقالة الحكومة، رحيل الحكومة لا يشكل إلا ترسم في هذه العجلة الكبيرة، هذه مجموعة تروس كلها تتحرك. إذا ما رفعت ترس واحد ستبقى العجلة متحركة الحقيقة، وستؤذي العراق أكثر. هم يعرفون، هؤلاء الذين خرجوا، الشباب هذا واللي ضحى بدمه وضحى بوقته وضحى بكل شيء من أجل أن يزيل هذا الترس كله، يزيل هذه العجلة كلها ويزيل هذه التروس كلها من هذه العجلة. هذه العجلة هي التي أذت العراق، وهذه العجلة مدعومة من قوى داخلية وخارجية، وهناك قوى ميليشياوية وقوى عصابية تدعمها، وهناك فكر طائفي وفكر فساد كلها يدعمها. فبالتالي عادل عبد المهدي، سقوط عادل عبد المهدي لا يشكل شيئا إن لم يجهز على العملية كلها، يجهز على الإطار، يبدل هذا الإطار هو بمخرجاته، هو الذي أذى العراق،
هو الذي جعل عادل عبد المهدي بهذه الشخصية القاتلة المدمرة الفاسدة بهذه الطريقة اللي يتحمل الآن الدماء. ليس عادل عبد المهدي وحده يمثل هذه العملية، ولا انتهى الفساد وانتهى والعراق عاد لصحته وقام على قدميه، لأن عادل عبد المهدي دكتور انتهى فقط اسمح لي، أن الشيخ عدي الشرشاب يعني رجعنا مرة ثانية. الشيخ كنت قد سألتك بعد الإشكال بالاتصال، ما الذي يجري الآن في الناصرية؟ والله يا أخي الناصرية حاليا إطلاق نار كثيف في المحافظة الناصرية، وناس ما تعرف من يرميها، من يقتلها، من يذبحها، حتى الآن مو عارفة. الدولة قاعدة تسأل، خابر العمليات، خابر الشرطة يقول جهات غير معلومة، قاعدة ميليشيات، قاعدة تجي ميليشيات كلها إيرانية تبع الإيران، قاعدة تذبح وتقمع أولادنا. شيخ أنتم يعني تواصلتم مع المحافظ، مع قائد الشرطة هناك، يعني كيف أنه المحافظة فيها هذه القوات، فيها محافظ، فيها جهات أمنية، الشرطة، ولا تعلم من يقتل الناس هناك؟ يعني ماذا كان جوابهم؟ بالنسبه للحكومه الحاليه اللي كان قائد عمليات وكان اي احد جهه من الدوله مثل الدوله كلها تبع للميليشيات. اليوم ماكو رتبه تعين في اللواء، فريق، عميد، كلها تبع لايران، تبع ميليشيات هذه، وقاعد تتخذ اوامرها من ميليشياتها. والله شنو قاعد تجي جهات غير معلومه، غير معلومه، لو انت ضل غير معلومه تذبح ابناء المحافظه، تذبح ابناء العراق على مال منو هذا؟ طيب شيخ، المحافظ النجف لؤي الياسري اتهم سرايا عاشور اللي هي تابعة أيضا للحشد بقتل المتظاهرين 16 أو الأكثر في النجف، يعني حدد الجهة القاتلة. هل تعرفون أي من الميليشيات، تعرف 60 ميليشيا موجودة بالعراق، أي من الميليشيات اللي أنت تتهموها أنها هي من تقتل المتظاهرين؟ كل الميليشيات ما نستثنى أحد، كل الميليشيات هي لها دور بدم أبناء العراق. اليوم كل هذه الميليشيات، ما نقول ميليشيا فلان والله ميليشيا فلان، اليوم صار 16 سنة هم معشعشين بالفساد، معشعشين بالدم، معشعشين بالقتل، دمروا البلد، هم كلهم ميليشيات. والله ماكو ميليشيا وهذا ميليشيا، هم كلهم قاعد يذبحون أبنائنا، متفقين، مشتركين بالعملية، مشتركين بالعملية السياسية، مشتركين بدم أولادنا. طيب شيخ، الحكومة أعلنت ومجلس القضاء أعلن أنه شكل لجنة لمعرفة ما الذي جرى في مجزرة الناصرية اللي راح بها 70 ومئات من الجرحى، 70 طبعا الشهيد، مجلس القضاء، من محكمة أيضا المحكمة اللي موجودة في ذي قار. هل تعتقد أن هذه اللجنة ستنصف الضحايا، ستعيد لهم حقوقهم، الحقوق لذويهم، ستشخص أو تسمي القتلة الحقيقيين الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين؟ والله يا أخي ما يحتاج تشكيل لجنة أو تحقيق. أول شيء اللي ذبحهم والكتل أبناء المحافظة الناصرية هو جميل، يعني هو حتى ما له عشير هم جميل فلان أو جميل، هذا فريق أول جميل، هو ذبح أبناء الناصرية ومعروف شهود عيان علي، هو ذبحهم. يعني إجا الفجر دخل المحافظة، وأمس أبو الوليد نفسي تقول أنا بلغتني العمليات إن إجت قوة حماية المتظاهرين، ما حسيت ان هي اللي ضربت المتظاهرين، يعني هو ضربها. هو جميل فريق اول جميل الشمري، يندعي نفسه شمري بس ما هو شمري. طيب الان انتم بالناصريه كشيوخ يبدو غاسلين ايديكم من الدوله، من قانونها، من لجانها التحقيقيه، ودوامه القتل مستمره حتى الان بالناصريه، اكو اصابات واكو اطلاق نار، واللي ذكرته حضرتك الان. انتم كشيوخ عشائر بالناصرية ماذا أنتم فاعلون إذا هذا القتل المستمر، الإصرار على القتل؟ والله بالنسبة لنا كشيوخ عشائر اليوم كل من يحمي أبناء ويحمي أبناء محافظتي. أنا حاليا قاعد أتكلم معاك وقبيلة البدور هسه بسلاحها قابلين السريع والدول والأفرع في الناس كلهم بلغونا الحين أكو جهاز في السياج جاي بحط ناصر. انقطع أيضا الاتصال مع الشيخ. على كل شيخ أشكرك، الشيخ عدي الشرشاب شيخ عشيرة البدور في الناصرية، شكرا جزيلا لك كنت معنا. دكتور كنا قبل الشيخ
عندك شيء تكمله لو ننتقل الى دكتور عبد الحميد العاني؟ لا الدكتور ربما سيزيدك في هذا الموضوع، لكن الحقيقه هذه استقاله عادل عبد المهدي ليس الا خطوه في مسلسل كبير. الثوره عندها اهداف كثيره، هذا جزء من اهداف البسيطه. الحقيقه الاهداف ما زالت والثوره في بدايتها، واسقاط هذا الاطار الذي جعل من عادل عبد المهدي هذا الذي تصرف بهذا الشكل بدماء العراقيين، استهان بدمائهم وبأموالهم بأعراضهم بحياتهم بهذه الطريقة. هناك إطار هو الذي حماه ويجب إزالة هذا الإطار. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، السلطة منذ يعني شهرين على الأقل في هذه التظاهرات جربت الخيار الأمني الدموي، هناك طبعا أكثر من 1000 شهيد، أكثر من 17,000 جريح، هناك آلاف المعتقلين والمطاردين فضلا عن اغتيال طبعا الناشطين. هذا الخيار الأمني، القبضة الأمنية، تعكس قوة السلطة، أن الدولة أو السلطة حاضرة، قوة لن تتهاور مع ما تعتبره مؤامرة ضد السلطة، ضد العملية السياسية، ضد الدولة، ولذلك هي مضطرة إلى هذا الخيار الأمني، لأن هناك تهديد حقيقي. هي أولا يعني ليس أمامها إلا هذا الخيار، لأنها لا تريد خيار آخر، هي تتجه إلى هذا الخيار لأنه مستهترة بمطالب الشعب العراقي وبحقوقهم التي تصر على سلبها، ليس الآن، ليس في ظل حكومة عبد المهدي، وإنما منذ حكومات السابقة التي تأسست قبل 16 عاما. هذه السلسلة، سلسلة الجرائم وسلسلة سلب الحقوق، ليس أمام أو ليس في نية هذه الحكومة الحالية ولا اللي قبلها أي نية في التجاوز عنها أو تركها أو أنه تتراجع عنها وتصحيح المسار كما يقال. هذا واحد. الأمر الآخر، حينما عملت هذه الحكومات السابقة التي هذه كما قلت امتداد لها طيلة السنوات الماضية بالخيار الأمني، يعني لجأت إلى الخيار الأمني في فضل الاعتصامات السابقة والمظاهرات والاعتصامات وكل المطالب الشعب العراقي، لم تجد من المجتمع الدولي أي ناكر لذلك الأمر. فلذلك هي تعتقد وترى أن هذا هو الخيار الوحيد، وربما هو الذي سيحقق لها أيضا فض هذه الاعتصامات والتظاهرات وإرجاع الشباب إلى بيوتهم. لكن الذي نراه اليوم، وكما قال الآن يعني كما جاء في اتصال الشيخ عدي قبل قليل، عدي الشرشاب، أنه ما يحصل اليوم قبل قليل من تشخيص وأنه تجري أو تتبرأ أو تتنصل الحكومة الحالية من أنه لا تدري من الذي يطلق النار وغيره، هذا يؤكد أن هذا الخيار، خيار الأمني، هو خيار ليس خيارا فقط لهذه الحكومة، وإنما هو يأتي بأوامر من خارج العراق عبر الميليشيات التي تتحكم بالوضع الميداني وتأتمر بالأوامر الإيرانية. وهذا أيضا يؤكد أو ربما يعطي تعزيز للشباب الذين خرجوا متظاهرين ضد هذا الوضع المأساوي وهذا الوضع المزري وضد هذه المنظومة بأجمعها، كما ذكر ذلك الدكتور قبل قليل. فالتظاهرات هي ليست ضد شخص عادل ولا وزرائه، وإنما ضد المنظومة بأكملها التي جاءت، وبالتالي هي مرشحة للاستمرار ولن تتوقف. هذا هو الصحيح. دكتور علي الجابري، مساء الخير. مساء الخير. برأيك لماذا هذا الاستهداف للناصرية بهذا العنف، بهذه الدموية، بهذه القسوة؟ هناك أكثر في يوم واحد تقريبا 70 شهيد ومئات من الجرحى، ولا زالت عملية الاستهداف متواصلة حتى اللحظة. كان معنا الشيخ عدي الشرشاب شيخ عشيرة البدور يتحدث عن استهداف وإطلاق رصاص لحد هذه اللحظة من قبل جهات قال لا نعرفها، هي ميليشيات. لماذا هذا الاستهداف للناصرية؟ شكرا أستاذ ماجد، حياتي لك ولضيوفك الكرام. هذا أولا فيما يتعلق بالناصرية، الناصرية أولا مشهود لها في التاريخ، هي مدينة الثورات. عندما تنتفض الناصرية تحصل الثورة أو تنجح الثورة. ما حصل في الأيام الماضية، هم كانوا يعولون كثيرا على أبناء الجنوب أنهم هؤلاء السند الحقيقي الذي سيبقى معهم ويقاتلون الآخر به. دعنا نتكلم بصراحة، اليوم الناصرية بدأت تخرج وتقول لهم
كفى، أنتم قتلة، أنتم مجرمون، أنتم عملاء، أنتم تنفذون أجندات خارجية، ولذلك كان يجب أن تعاقب الناصرية. لكن هم لا يفهمون دورة التاريخ جيدا. هذه الناصرية هي التي ستقضي على حكمهم، هي التي ستقضي على نظامهم، لأن أبناء الناصرية، وأنا أتشرف بأني منهم، لن يسكتوا على الضيم ولن يسكتوا على هذه الدماء التي سالت. كما تلاحظ القضية كما تحدث الضيوف، هي القضية ليست قضية عادل عبد المهدي. استقال عادل عبد المهدي، هل انتهى القتل؟ لم ينتهي القتل. هل انتهى القمع؟ لم ينتهي القمع. إذن نحن نصل إلى نتيجة أن عادل عبد المهدي خلال الشهرين الماضيين لم يكن سوى ديكور وضعوه، وأرادوا أن يكون كبش فداء يبقوه على رأس السلطة دون أن يتحرك، دون أن يقول شيئا. قال الآن قبل حوالي ساعة، قال الاستقالة، استقالة الحكومة مهمة لتفكيك الأزمة وإنهائها وتهدئة الأوضاع، وهي نقطة البداية للهدوء، هكذا قال في بيان الآن قبل ساعة جاء. وهذا الكلام غير صحيح، لأنه بعد استقالته استمر القمع واستمر القتل، والأوضاع في الناصرية يعني أنا متواصل بشكل يعني يومي بشكل متكرر. والحقيقة ليس في الناصرية دكتور، الآن تعزيزات عسكرية دفعت من بغداد إلى النجف أيضا. النجف أيضا. دعني فقط أنبهك إلى شيء واحد، أنت ذكرت أنه قال لتهدئة الوضع، لكن أكمل ما موجود في الخطاب. هو هدد مرة أخرى في هذا الخطاب نفسه، هذه كلمة الوداع الأخيرة، قال أنه علينا قدمنا استقالة وهذا يجب أن يهدئ الوضع، لكن على الآخر ويقصد المتظاهرين يجب أن يطبق القانون. إذن هو ما زال في عناده، ما زال في إصراره على أن لا يسمي مثلا، لا يسمي شهداءنا الأبطال الذين سقطوا في ساحات خلال الأيام الماضية، لا يسميهم شهداء، يستكثر عليهم كلمة شهيد بينما يسميهم ضحايا. هناك دولة عميقة يجب أن نتخلص منها اليوم في كل الأحوال. في هذه الثورة لن تنجز الثورة ما لم ننتهي من هذه الدولة العميقة ومن من جاء بها. ماذا يفعل قاسم سليماني في بغداد؟ ما الداعي أن يأتي ليحدد من سيكون رئيس الوزراء البديل؟ إذن نحن لم ننجز إلا 1 بالمليون من أهداف هذه الثورة، ويجب أن تستمر، ويجب أن يستمعوا إلى صوت الشعب، لكنهم سيستمعون أولا وآخرا. لاحظت خلال الشهرين الماضيين كان يرفض الاستقالة، رضخ لها مرغما، وسترضخ باقي الأحزاب. اليوم في الناصرية لا مكان لأي حزب من هذه الأحزاب. هذه الميليشيات التي بدأت يسميها أبناء الناصرية ويعرفونها جيدا، مدينة عشائرية لديها تقاليد، لديها ارتباطات. دكتور خليني أسألك، إذا اسمح لي قبل أن نرجع للدكتور رافع، أنت من الناصرية وأيضا رئيس الحكومة أيضا من الناصرية، أليست مفارقة أن تجري هذه المجزرة الكبيرة في مدينة ينحدر منها رئيس الحكومة؟ وأزيدك علما أن قائد العمليات الذي ارتكب هذه المجزرة هو أيضا من الناصرية، جميل الشمري، الذي يسمي نفسه الشمري، هو ليس من شمر، هو من عشيرة أخرى في الناصرية. نعم. وانتقل إلى الديوانية، هذا أيضا ابن المدينة. لكن في كل مدينة وفي كل زمان تجد هناك أشخاص يمتهنون الإجرام، وتجد هناك أشخاص خيرين. هذه المدينة أنجرت خيرة أبناء العراق، خيرة شعراء ومثقفي العراق، أنجبت الحبوبي، هي انطلقت منها ثورة 20، وهو من المحافظات الأخرى. لا تتعلق بعادل عبد المهدي، هذه المدينة لا تعرف من هو عادل عبد المهدي، لم يعش فيها، لم يتربى فيها، لم يأخذ من طباعها، وبالتالي هو لا يمكن أن يحسب عليها أبدا، لا هو ولا الشمري. نعم، أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، في هذه المواجهة الكبيرة بين الشعب والمتظاهرين الذين هم طليعة الشعب وقوى السلطة، الحكومة في خطابها السياسي وخطابها الإعلامي وزعماء الميليشيات، هناك حرص على تصوير الأمر أو التخويف على أن القضية حرب أهلية، مواجهة أهلية، حرص كبير جدا على تصوير الأمر هكذا. هل فعلا في هذا المشهد حرب أهلية؟
هل هناك بوادر لحرب أهلية؟ هذا يعني محاولة وجهد كبير لتصوير هذا الأمر. أبداً، طبعاً بالتوصيفات في العلوم السياسية لا يوجد ما ينطبق على هذا التوصيف اللي تتحدث فيه الحكومة على واقع الحال. يعني الحرب الأهلية لها صفات ولها مواصفات ولها معايير خاصة لا تنطبق على هذه القضية. ثانياً وهو المهم، أن الشعب لا يقاتل الشعب. نعم. الشعب يقاتل سلطة. السلطة هذه ليست سنية وليست شيعية وليست كردية وليست عربية وليست عراقية بالأساس، لأنه لو كانت عراقية أساساً لا ترتكب مثل هذه الأفعال، لا ترتكب الفساد ولا ترتكب القتل والعبث بدماء الناس ولا ترهن إرادة العراق ولا ترهن هويته ولا تفعل ذلك ولا تتعاون مع محتل ولا تجعل العراق مطية للآخرين لو كانوا عراقيين. فبالتالي هذه القوى، وأنا أقصد قوى سياسية بالعملية السياسية كلها وقواها الميليشيا التي تدعمها، فإذا هي قوى ليست عراقية. فبالتالي أنت تواجه سلطة باغية اسمها يعني تمتلك ربما الهوية العراقية الجنسية العراقية، لكنها لا يعني ليس لديها شعور بالانتماء للعراق، ولو كانت تنتمي لديها شعور بالانتماء للعراق وللإنسانية لما فعلت هذا الذي تفعله. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، إن ما يجري في العراق اليوم، مع احترامي لكل المدن العراقية، يعني الناصرية اليوم دفعت ثمن غالي جدا، وبغداد أيضا دفعت ثمن غالي جدا، والبصرة دفعت، والعمارة ميسان دفعت، والنجف نعم، وكربلاء والديوانية، فالهم هم واحد. نعم. والإجرام هذا يشمل الجميع، لا يشمل الناصرية ولا يشمل بغداد ولا يشمل المثنى ولا يشمل البصرة ولا يشمل الرمادي ولا يشمل الموصل، يشمل الجميع. هؤلاء جاءوا لتخريب العراق، لديهم مشروع لتدمير العراق. الشعب الآن وعملوا على هذا المشروع طوال 17 سنة، فكر طائفي، فكر تقريبي، تمزيق، وبالتالي حولوا العراق إلى ساحة لصراعات خاصة بين كتل سياسية، وكانوا يعتقدون أنهم قد نجوا ومشروعهم ماضي وقطار مشروعهم ماضي إلى أهدافه، وأهدافه النهائية هي أن العراق يصبح شيئا معدوما غير موجود، لا تتحدث عن العراق. والكثير من منهم الساسة قالوا أنه بعد سنوات لن تجد هذا العراق الذي تتحدثون عنه، سنجد دول أخرى، هكذا يفكرون. لما خرج هذا الشباب الواعي بهذا الفكر، بهذه الهوية الواحدة الجامعة للعراق بدون طائفية، عابر الطائفية، يريد وطن، يريد أن يقتص من كل هؤلاء الذين سلبوا حياته، تفاجأوا مفاجأة كبيرة جدا، واجهوا بالرصاص. ما حدث في الناصرية هو جزء من هذه الثورة، جزء من هذا المواجهة. هذه المواجهة لو حدثت الآن في الرميثة، لو حدثت في البصرة، في الفاو، في أي مكان بنفس الطريقة، هم سيواجهونها بنفس الطريقة القتل. الميليشيات موجودة في كل مكان على الشعب، وهذه الثورة، هذه مهمة الثورة وهذه أهداف الثورة. لذلك خروج عادل عبد المهدي وسقوط حكومته لا يعني شيء، لأن هناك مخطط كامل يجب أن يسقط، وسقوط هذا المخطط لا يأتي هكذا يعني خلص سقطة وانتهت. لا، هؤلاء يجب أن يقادوا إلى ساحات العدالة، وهناك دماء برقابهم، هناك أموال، سنتحدث هناك خراب كبير جدا إن شاء الله لاحقا عن المشهد بعد هذه الاستقالة، بعد نجاح. فبالتالي هي ليست حرب أهلية، ولا يمكن أن يقال عنها حتى، ويقال البعض حرب شيعية شيعية، هي ليست حرب شيعية شيعية. هؤلاء لا يمثلون الشيعة، يعني هذه السلطة لا تمثل الشيعة. ماذا فعلوا الشيعة لكي يتحدثوا باسم الشيعة؟ ما هذه الشيعة ناس من الفقر، أكثر من 10 ملايين عراقي من الجنوب يأكلون من المزابل، هل حق هؤلاء هذا الشعب الطيب، هذا الشعب الرائع أن يتصرفوا معه بهذه الطريقة؟ في ساحة التحرير والهذا الحقيقة كل العراقيين لا تستطيع أن تميز، والآن والموجودين في السلطة أيضا ليسوا فقط شيعة هم. نعم، ويتهموهم الآن بين العمالة ودول تمولكم، أي عمالة وأي دول تمول، وأنتم من جاء بكم العمالة وجاء بكم قطارات أجنبية كثيرة. أشكرك. نتوقف إذن مشاهدي الكرام عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش هنا مع ضيوفنا ومع الدكتور علي الجابري في ستوكهولم عن الخيار الدموي لقوى السلطة ومشهد العراق والتظاهرات بعد استقالة عادل عبد المهدي. ابقوا معنا.
يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في الخيار الأمني الدموي للسلطة في العراق مع التظاهرات والمشهد في العراق بعد استقالة حكومة عبد المهدي. ضيوفنا الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني، ومعنا أيضا كان الشيخ عدي الشرشاب شيخ عشيرة البدور في الناصرية، ومعنا الدكتور علي الجابري من ستوكهولم. دكتور عبد الحميد العاني، هل تعتقد أن هذا المنجز اضطرار عادل عبد المهدي للاستقالة، اضطر تحت ضغط التظاهرات وبعد هذه المجازر، أن هذه الحشود الموجودة الآن عليها أن تغادر الميادين والساحات بعد إنجاز هذه المهمة الكبيرة، أم المفروض أن يبقوا لأن هناك مهمات أكبر من هذه المهمة؟ يعني الذي يتابع شعارات هؤلاء المتظاهرين ومطالبهم وبياناتهم وبيانات القوى الوطنية المؤيدة لهم يدرك أنه منذ اليوم الأول أنه لم يكن مطلبهم هو فقط لا عادل عبد المهدي ولا وزارته كما تسمى وإن كان هي يعني شكلا. الشعارات واضحة والهدف واضح جدا. نعم، إسقاط المتظاهرين تقصد؟ نقصد المتظاهرين بالتأكيد، سواء كانت منذ اليوم الأول في الساحات أو ما أعقبها بعد ذلك من بيانات للجان المنظمة لها أو القوى الوطنية المؤيدة لذلك. هذا كله نعم هو إسقاط أو استقالة اليوم إن تحققت غدا وما يتبعها هو إنجاز لهؤلاء المتظاهرين، لكن ليس هو آخر المطاف بل هو حلقة كما ذكر قبل ذلك تفصيلا دكتور رافع، هذه حلقة من الغاية. الغاية والهدف هو إتيان بخيار وطني بديل لهذه المنظومة. هذا عادل عبد المهدي ومن سبقه العبادي المالكي، كلها هي وجوه متعددة لعملة واحدة كما يقال، منظومة واحدة. الفساد الذي حصل اليوم، القتلى الشهداء الذين سقطوا والضحايا والجرحى والمختطفين، ما سقط خلال هذه الأيام سقط مثلها في أيام العبادي وأيام المالكي. لا ننسى ثورة 25 شباط، لا ننسى ساحات الاعتصام في المحافظات المنكوبة، لا ننسى جريمة ومجزرة الحويجة. هذه كلها هي سلسلة جرائم لمنظومة واحدة. الشعب اليوم أدرك هذا الأمر، وهذا أكبر إنجاز شعبي، الإنجاز الشعبي الحقيقي في التفاف الشعب العراقي حول هذه القضية، قضية وجوب رحيل المنظومة، وجوب رحيل هذا النظام بجملته وطرد من وراءه، ولا سيما جارة السوء إيران. نعم. التي هي تمول وهي تدير وهي تخطط وتأتمر هذه الأدوات بأوامرها. نعم، على ذكر إيران دكتور علي الجابري، في مقالة في الاندبندنت البريطانية تقول أن العراقيين الآن يعتبرون أن النظام الإيراني هو المسؤول عن هذا القمع الدموي والعنيف للمتظاهرين في مختلف أرجاء العراق. يعني الآن المتظاهرين وأيضا العراقيين هناك نقمة كبيرة على إيران، على الرغم من وجود قوى إقليمية وقوى دولية متدخلة في العراق، لكن هذا الغضب صبوا جام غضبهم على إيران عبر طبعا إحراق القنصليات في النجف في البصرة سابقا، إهانة رموز إيرانية، حرق صور. يعني ما التفسير لهذه النقمة الكبيرة على إيران؟ قبل أن أجيبك على هذا، تحدثت على موضوع إسقاط الحكومة، وبودي أن أنوه نعم. منجزات الثورة الآن
هي ليست اسقاط الحكومه فقط. نعم. قبل اسقاط الحكومه سقطت ثلاث رموز منذ اليوم الاول من التظاهرات. اولا سقطت الطائفيه، لا يوجد اليوم بين صفوف المتظاهرين نعم اي مصطلح للسنه والشيعه، وهذا اول نصر يحقق الشعب العراقي في هذه الثوره. نعم. ثانيا على مدى 16 عاما كانت الاحزاب الإسلاموية الشيعية تتحدث بمظلومية الحسين وترفع شعارات الحسين. نعم. اليوم المتظاهرون سحبوا البساط من تحت أقدام هذه الأحزاب. لا يمكن أن تتهم المتظاهر بأي اتهام آخر أن يكون داعشي أو يكون بعثي، لأنه يرفع شعار يا حسين ويواجه الموت بصدره من الميليشيات. هذه القضية الثانية التي سقطت. ثالثا هيبة إيران التي انكسرت منذ أول يوم من التظاهرات واستمرت يوم بعد آخر، وما زالت إيران تدفع ثمن كبير من خلال هذه المواقف الشجاعة والمشرفة لأبناء الشعب العراقي، وخاصة في النجف وكربلاء والناصرية التي كما قلت أحرقت فيها رموز وأحرقت فيها القنصليات. وهذا دليل كبير جدا على أن الأذى الذي تسبب للشعب العراقي خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال وحتى اليوم، الشعب العراقي يدرك جيدا أن إيران هي من تقف وراء هذا الأذى وهي من تسببت بهذا الأذى. ولذلك اليوم الشعب يعرف كيف وأين يصوب بندقيته إن صح التعبير، يعرف عدوه الأساسي، ولذلك لا قيمة لديهم عندما استقال عادل عبد المهدي، لأن كما قالوا ضيوف الأعزاء أن إسقاط هذه المنظومة التي بنيت بأيادي إيرانية وتدار بأيادي إيرانية هو هذا الأساس الذي نطمح إليه وهذا الأساس لنجاح الثورة. تلاحظ إلى اليوم ما زالت لا يوجد قوى أمنية، لا يوجد حكومة في الناصرية، لكن الشباب في الناصرية يقتلون. إذن من الذي يقتل؟ كما قال لك الشيخ الكريم أن الميليشيات هي التي تقتل. إذن ما لم نتخلص من هذه الميليشيات من جاء بها ونحاسبهم فردا فردا، لأنهم هم السبب في هذا البلاء وهم السبب في هذا القتل اليوم المستمر في هذه الفاجعة الكبيرة التي حدثت يوم أمس، لا يمكن أن تتحقق الثورة ولا يمكن أن تتوقف ما لم تتحقق هذه الأهداف كاملة. نعم. وستتحقق بإذن الله تعالى. نعم. دكتور رافع، هناك من نظر إلى استقالة عادل عبد المهدي ليست استجابة لمطالب المتظاهرين بقدر ما هي مناورة سياسية، انحناء مؤقتة أمام هذا الزلزال الذي تفاجأت به السلطة كما ذكرت أنها تفاجأت، وأن هناك مخاطر أنه هذه الاستقالة قد تكون بداية لالتقاط الأنفاس، إعادة ترتيب الأوراق، إعادة تنظيم الصفوف، هي مناورة ولذلك يجب الحذر منها فعلا؟ نعم، هذا صحيح جدا. من اليوم الأول قلنا أنه هذه الحكومة، هذه العملية السياسية ستختار كبشا لتضحي به، وكان الكبش واضح، عادل عبد المهدي وحكومته. إذا ما وصلت إلى زاوية حرجة، إذا ما وصلت إلى أن يعني تدفع إلى زاوية معينة، ستتخذ قرار بإسقاط الحكومة. لكن دعني قبل هذا أقول أنه عادل عبد المهدي في خطابه اللي قدمه وقال سأقدمه للبرلمان يوم أمس تحدث عن قضية أخرى. يعني هم طوال 17 سنة صدعوا رؤوسنا بأنها دولة مؤسسات ودولة ديمقراطية، وهم مجموعة من السياسيين الخبراء الذين يعرفون، وأنه البلد قد تغير، دعنا من الماضي، لكن هذا حديثهم، يقولون احنا دولة وعقول كبيرة ونحن منتخبين ونحن أحزاب وقوى ونشاور أنفسنا، وهناك مرجعية. عادل عبد المهدي قال لم أستقل إلا لأن المرجعية طلبت من عندي. نعم، نصحتني. طيب نصحتني، يعني لو لم تنصحه المرجعية هل لظل عادل عبد المهدي متمسك بكرسيه يقتل الناس وهذا الفساد ويستمر هذا المسلسل؟ إذن لا يتحدثون عن دولة ديمقراطية ودولة حزبية وأحزاب وانتخابات، إذن دولة تتجه باتجاه آخر.
إما أن يكونوا عقول سياسية ويديرون البلد بالسياسة، وهناك مرجعية هم يقولون أنها مرجعية دينية، مرجعية النجف، فعليها النصح كمرجعية دينية وليس كمرجعية سياسية. لكن أن يكون هناك القرار السياسي بيد المرجعية الدينية، هذا أنا يعني لدي حساسية منه، أن الحكومة تنتظر قراراً من المرجعية، قراراً سياسياً في تشكيلها وفي في في إزالتها. هذا فيه لبس. إذن ليس هناك ديمقراطية، وليس هناك صناديق للاقتراع، وليس هناك سياسة، وليس هناك فكر وراء هذا الموضوع. هذه دولة متجمعة بهذه الطريقة. هذا الحقيقة، هذا ما قاله هو وهذا ما تحدث به. نحن أمام كتلة غريبة عجيبة هلامية لا تعرف كيف تدير البلاد. يعني من 17 سنة لحد الآن فساد في أعلى، نحن العراق في أعلى مراتب الفساد، في أعلى مراتب التعليم كله خارج قوائم التصنيف، الصحة منتهية خارج قوائم التصنيف، مدننا من أسوأ مدن الدنيا، جوازنا من أسوأ جوازات الدنيا، شعبنا بين مهجر ومهاجر ومعتقل، وحقوق الإنسان في أسوأ حالاتها. وعلى ذكر حقوق الإنسان، يقول عادل عبد المهدي: نعم هناك لدينا أخطاء في ملف حقوق الإنسان، لكن الشعب واجهنا بالسلاح. أولاً يسمي هذا القتل أكثر من 21 ألف بين قتيل وجريح في العراق، وهذه حرب. يقول لازلنا في موضع الدفاع عن النفس. نعم. يقول أخطاء، يسميها أخطاء ولا يسميها جريمة. متى تسمى جريمة يعني؟ هذه حروب تدخلها دول، حروب ما تدفع هذا تدفع 21 ألف قتيل وجريح، شهيد وجريح، هذه كارثة كبيرة. هو يسميها أخطاء، ونحن ما زلنا في حالة دفاع. عندما يصف القائد العام القوات المسلحة الوصف دفاع، إذن هناك هجوم ودفاع، إذن هناك معركة. هو يصف ساحة العراق معركة مع الشعب. نعم. فهذا هل يحتاج إلى قرار من مرجعية، أم يحتاج إلى قرار سياسي، أم يحتاج إلى قرار شعبي؟ القرار الشعبي هو الذي من جعله يذهب إلى الزاوية، هو عملية السياسية. فضحوا بعادل عبد المهدي وحكومته للمناورة من أجل مجيء بوجه آخر لكي تستمر العملية السياسية، وهذه تعرفها أعتقد الثورة وتعرفها رجال. على ذكر القتل وهذا العدد الكبير من الشهداء ومن الجرحى، دكتور عبد الحميد العاني، دكتور، هناك من يقول أنه هذا العدد الكبير من القتلى من الشهداء والجرحى برصاص السلطة، التي أنكرت في البداية طبعا أنه برصاص الطرف الثالث، أنه لم يكن مخططا له، وإنما السلطة كما يقول دكتور رافع أنه تفاجأت، وهناك زلزال أمامها، هناك تسونامي، هناك أمواج بشرية، لذلك اضطرتها، وكما يقول رئيس الحكومة: اضطررنا للدفاع عن أنفسنا وليس بنية القتل، بنية سفك الدماء. يعني هذا الخطاب من الرأي العام العراقي يقبله؟ هذا الدفع مقبول؟ يعني ربما يسمع له؟ ربما أكثر من مرة ذكرنا أنه نعم. لا يوجد شيء اسمه منطقي في خطابات هذه الحكومات جميعا، هي لا تبالي لا بمشاعر العراقيين ولا بالاستماع لهم أو محاولة مخاطبتهم. هم أولا ينفذون ما يملى عليهم، ثانيا هم يعتقدون أنهم لا يزالون يعيشون في مرحلة الضحك على الذقون، لم يدركوا هذه الانتقالة التوعوية للشعب العراقي، المرحلة حالة الوعي التي وصلها إلى الشعب العراقي إلى الآن لم يدركوا أنها هي يجب أنه يتماشوا معها، ينفذون ويعيشون في حالة من السبات ولا يستطيعون مواكبة هذا المتغير الذي يجري اليوم على أرض الواقع. وكما قلنا قبل قليل، لذلك هم أيضا لا يختارون إلا هذا الطريق، طريق الحل الأمني ومحاولة المناورات، مناورة سياسية، اللعب على عامل الوقت إلى غير ذلك. لكن الذي نريد أن نقوله اليوم أن الشعب العراقي جميعا، ليس فقط ربما اليوم على الساحة هي التي ظهرت أن هذه ساحات التظاهر في هذه المحافظات، لكن الحقيقة أن الشعب العراقي اليوم بكل محافظاته هو مع هذه التظاهرات، هو مشارك فيها، مؤيد لها، وإن لم يكن ربما وجه هذا التأييد واضحا، يعني ليس بالضرورة
أن أو كما يطالب البعض أنه تنزل هذه المحافظات إلى الساحة وتفتح ساحات اعتصام، ليس بالضرورة ذلك، ولا سيما بعض المحافظات عفواً لا تزال تعيش في حالة التهجير والنزوح وأبنائها بين السجن وبين المخيمات وغير ذلك، لكن مظاهر التأييد واضحة، دعم مادي، الشباب يأتون من هذه المحافظات والمشاركة في بغداد، والتأييد عبر الفضاء الذي يعرفه هؤلاء الشباب، فضاء التواصل الإعلامي، خطابات وبيانات القوى الوطنية، كل ذلك دليل على أن القضية هي قضية وطنية يشارك بها جميع أبناء الشعب العراقي تأييدا لهذا الخيار الوطني ومطالبين برحيل هذه المنظومة. نعم دكتور علي الجابري، هناك من كتب أنه رد الفعل العنيف للسلطة وميليشياتها طبعا والدموي ضد احتجاجات ربما كانت صغيرة بمطالب أقل من قضية ذهاب النظام، حولها هذا الرد العنيف إلى أكبر تهديد للمنظومة والعملية السياسية منذ عام 2003. يعني هل هو غباء سياسي، عناد، تعالي على الشعب، تكبر، ما الذي يمكن، كيف يمكن توصيفه؟ هو غباء وتعالي وتكبر. قبل قليل تحدث الدكتور رافع قال على استقالة عادل عبد المهدي، قال انه امتثال لامر المرجعية، وانا اقول هو ليس فقط عادل عبد المهدي على فكرة، يعني رئيس البرلمان عندما يتحدث ويصدر بيان يقول ايضا امتثالا لامر المرجعية. نعم. ورئيس الجمهورية ايضا قال في كلمته، قال امتثالا لامر المرجعية. هذا الرجل، نعود إلى عادل عبد المهدي، هذا الرجل حتى في استقالته يستهين بالشعب العراقي. هو ومن يقف خلفه، هذه الأحزاب تتصور نفسها، أنا في بعض الأحيان كنت أتحاور مع بعضهم، هؤلاء يتصورون نفسهم فوق الشعب العراقي، يتصورون نفسهم طبقة عليا والشعب العراقي عليه أن يكون تابعا وينفذ إليهم، ولذلك يستكثرون على العراقيين أن يعيشون حياة حرة وكريمة. نعم. ويستكثرون على العراقيين أن يكون لهم رأي حر وكريم، ويطالبون بحياة حرة وكريمة. نعم. يعتبرون نفسهم متفضلين على هذا الشعب، لكن بالنتيجة هم يدركون اليوم جيدا أن الصدمة لهم كبيرة، أن الشعب العراقي بأكمله يرفض هذه الطغمة الحاكمة، دعني أسميها. ولذلك الآن من يتحدث بالحرب الأهلية؟ راجع كل الخطابات. نعم. من يبشر بالحرب الأهلية غير هذه الأحزاب وهذه الميليشيات؟ الشعب العراقي ينادي سلمية وهم يقولون الحرب الأهلية قادمة، وكما قال الدكتور قبل قليل الحرب الأهلية بين شعب وشعب. أنت تتكلم عن شعب يقف بوجه طغمة ظالمة تابعة لنظام جار فاسد قاتل يحارب العراقيين من سنة 80 إلى اليوم. أشكرك الدكتور علي الجابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز، كنت معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم، شكرا جزيلا. دكتور رافع، الآن عادل عبد المهدي برسم الاستقالة سيستقيل، ما المطلوب من الثورة بعد هذه الخطوة؟ منجز لكنه ليس كل إنجاز كما يعني أجمع الضيوف هنا، ما المطلوب من الثورة حتى تصل إلى أهدافها الكبيرة؟ ثورة تعرف طريقها. نعم. ثورة ثابتة وتتمدد وتعمق وتعرف طريقها. المطلوب الآن من الشعب العراقي، نعم، المطلوب من كل العراقيين أن يقفوا مع هذه الثورة. يكفي التردد، المتردد اللي كان متخوف عليه الآن أن يرمي خوفه وتردده وراء ظهره ويخرج. من يريد أن يحافظ على الدم العراقي، من يريد أن يقلل الخسائر، من يريد أن يقلل التضحيات، عليه أن لا يمنع هؤلاء، عليه أن لا يجلس في بيته، عليه أن يساند هذه التظاهرات في الناصرية، في البصرة، في كربلاء، في النجف، في كل المدن، في بغداد، على الناس أن تخرج وتقف مع أبنائها. هؤلاء الذين خرجوا من الشباب وقدموا أزكى الدماء، دماء هذه الشابة المعول عليهم أن يبنوا الوطن، قفوا معهم. أنت تريد أن تقلل التضحيات، خوفك عليهم كبير، خوفك ينتهي عندما تقف معهم، خوفك يزداد وإمكانية أن يتعرضوا إلى الأذى عندما تبتعد عنهم.
التحم معهم وكونوا الموجة الكبيرة، هذا سيقلل زمن الثورة وسينهي وسيؤدي بالثورة إلى تحقيق أهدافها بأسرع ما يمكن. أهل الثورة يعرفون، هذول بالساحات كلهم يعرفون أهدافهم وين ذاهبين، ويعرفون وهم رفضوا كل هذه القضية ويعرفون، لكن يحتاجون إلى المدد، والمدد من الشعب العراقي فقط، وهذا سيدفع العالم كله إلى احترام هذا الشعب وإلى الوقوف معه مهما كانت قواهم، سيحيدونها وسينتصرون على كل الميليشيات والثورة منتصرة إن شاء الله. شكرا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، وشكرا أيضا للشيخ عدي الشرشاب شيخ قبيلة البدور كان معنا عبر الهاتف من الناصرية، وشكرا للدكتور علي الجابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز كان معنا عبر الهاتف من العاصمة السويدية ستوكهولم، وشكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.